اليوم جولة سريعة في مصايف دهوك الجميلة الرائعة، انتظروني. هذا السمك المزقوف وعلى المي الحلو ودهوك الجميلة والشو الزين. تابعوني بس، هاي خليناها على الشواية وانتظرنا على نار هادئة بينما تستوي فنستمتع بهذا المي اللطيف. واحنا قاعدين خلينا نستمتع بالمناظر الطبيعية مال دهوك. الله شقد حلوة، والخضار دهوك الجميلة. إذا بالصيف وهيجي لعب لو بالربيع لو بالخريف، لازم واحد يكررها بالخريف والربيع. يابا الله عليكم، مو نفتقد هيك مكان ببغداد. هاي الطبيعة الحلوة، هنا واحد يسترخي يقعد ينسى همومه وينسى مشاكله ويقعد يباوع على هالخضار الطيب ويا هالمشاوي اللي هنا راح تصير ويا هذا المي البارد الثلج. شوف عن منظر، بس هاي بعد ما فتحناها. شوفوا نشقرها. بعد ما اكلنا الاكل السمكة هاي اللطيفة الحلوة، خلنا نشوفكم هاي المناظر الجميلة مال المياه اللي تطلع من الصخور شلالات. منظر يخبل، طبيعة تجنن. شوفوا الله يحفظكم، هذا الموية كلي بدنا النهار ما يخلص بهذا المكان الحلو، لكن لكل بداية نهاية. ودعناكم.